بكم في عدد جديد من مجلة روابي التي نواصل من خلالها مواكبة سائر عمليات البناء وما يرافقها، وكذلك رصد التطور المتسارع الذي تشهده المدينة وعلى كافة الأصعدة. إليكم أبرز العناوين. روابي تستخدم آليات ومعدات هي الأحدث والأكثر تطوراً في عملية البناء وإنجاز البنية التحتية. الرافعات البرجية دقة في العمل والسرعة في الإنجاز. مستودعات روابي حفاظاً على الاستمرارية وتسريع البناء. الآليات والمعدات الحديثة المستخدمة في بناء مدينة روابي حققت إمكانية العمل الدؤوب منذ اللحظة الأولى للبدء بالمشروع. التفاصيل في التقرير التالي. أعمال الحفريات على الأرض تمهيداً لتشييد المباني والطرق رافقها جهود جبارة للعاملين قطعوا خلالها شوطاً كبيراً من التقدم، حيث تمت الاستعانة بأحدث المعدات الثقيلة والمتطورة والتي حرص القائمون على المدينة على امتلاكها لتسريع عملية البناء فيها، والتي ساهمت أيضاً بتطويع موقع المدينة وتسخيره للبناء كونها تبنى في منطقة صخرية وبين مجموعة من التلال ذات الارتفاعات المتفاوتة. ويعمل على هذه الآليات مجموعة من العمال والسائقين المهرة ذوي الخبرة، ويعتمدون في تشغيلها على مستشارين متخصصين يقومون بصيانتها في ورش الصيانة الخاصة في المدينة، وذلك بهدف ضمان السرعة والكفاءة في صيانتها لتوازي سرعة وتيرة البناء. استخدام أحدث المعدات والآليات تعزز ما تحدثه مدينة روابي من طفرة في عالم العقار في فلسطين، تفتح الباب على التطور القائم في العالم في هذا المجال، بدءا من فكرة إنشاء مدينة جديدة معاصرة تحتوي على كافة ركائز الحياة والعمل، ذات بنية تحتية عصرية صديقة للبيئة، وصولا إلى مواصلة إنشاء العديد من المصانع والمعامل في موقع المدينة والتي تستخدم أحدث المعدات والآلات الصناعية العالمية، كل ذلك لتحقيق الهدف الرئيسي الذي يتلخص بإكمال بناء المدينة وتجهيز كافة مرافقها لاستقبال ساكنيها المستقبليين، ولتكون واجهة جديدة للفلسطينيين للعمل والسكن والحياة بأرقى أنماطها. لتسريع وتيرة العمل في مدينة روابي كان من الضروري أن يكون هناك معدات تتماشى مع ذلك، ولهذا تم بناء الرافعات البرجية التي تعتبر هي الأضخم من نوعها في فلسطين. التفاصيل في التقرير التالي. لأجل استكمال المرحلة الأولى من البناء في روابي ولتلبية احتياجات العمل بمنتهى الكفاءة، كان لابد من استخدام تقنيات ومعدات بناء حديثة كالرافعات البرجية ضخمة الحجم والتي يتم استخدامها للمرة الأولى على مستوى الوطن لسرعة إنجازها وفعاليتها العالية. استخدام هذه الرافعات البرجية فكر في حتى في إطار التنمية المستدامة لمدينة روابي في أجزائها اللي قادمة، لأنه في بعض أجزاء من مدينة روابي بتستوجب رافعات برجية أعلى من هاي، حتى البرجين الكبار اللي أمامنا يتركبوا فوق بعض بإجمالي ارتفاع يصل إلى 200 متر، فاستمرارية استعمالها موجود بصيغ مختلفة عن القائمة الآن تتماشى مع التصاميم القادمة لمدينة روابي. الرافعة مثبتة على قاعدة إسمنتية بطول 9 أمتار وبذات العدد من الأمتار ارتفاعاً، واستخدم لإنشاء هذه القاعدة 400 طن من الإسمنت و20 طن من الحديد في وقت يصل فيه ارتفاعها إلى 66.5 متر، ويبلغ طول ذراعها الأفقي الأمامي إلى 70 متراً، ما يؤهلها لاستيعاب حمولة تصل إلى 16 طن عند بداية الذراع و3 عند نهايته من مواد البناء المختلفة. تتميز مدينة روابي في هذه الجزئية بالذات في استخدامها أعلى ما توصلت إليه تكنولوجيا تصنيع الرافعات البرجية، اللي هو بخلي ارتفاعها الحر بالطول اللي انت شايفتيه الآن بدون أي ربط على المباني، بخلي قدرة رفعها تكون 16 طن، واللي هو حمولة ضخمة جدا طبعا على نهاية الذراع اللي هو 75 متر، بترفع 3 طن، واللي هو برضه حمل مش بسيط. استخدام هذه المعدات المتطورة في روابي يدلل على أن المدينة تحتوي على كافة ركائز الحياة والعمل،
وتعبير عن الرغبة بإنجاز مرحلة البناء الأولى للبدء باستقبال السكان خلال الفترة المطلوبة. للحفاظ على الاستدامة وتسريع عملية البناء، روابي تقيم مستودعات ضخمة لاستيعاب مختلف المواد المستخدمة في مراحل البناء المتعددة. التفاصيل في التقرير التالي. بسبب الأوضاع السياسية السائدة في فلسطين ومجمل القيود التي يفرضها الاحتلال كالحد من حرية الحركة والتنقل والحواجز وسائر المعوقات الأخرى، كان لابد من تلافي أي طارئ، وكان القرار بإقامة هذه المستودعات ذات القدرة على الاستيعاب للمواد المختلفة بكميات كبيرة جدا. احنا بندفع يعني بنجيب المواد قبل بوقت وبندفع فلوس بزيادة على أساس انه نضمن تكون هاي المواد موجودة هون، لأنه بنخاف انه ممكن يعني ممكن الطرق تسكر، ممكن اي اغلاق يصير، فبالتالي بنضطر انه نجيب بضاعة ممكن يتم استعمالها بعد 6 اشهر وبعد 5 اشهر من من من, من هلا، يعني عرفت علي، فبنضطر انه نجيبها هلا ونخليها عندنا. ومنذ البداية وضع القائمون على المدينة خططا استراتيجية بعيدة المدى وتلبي الحاجة في كل ظروف، حرصا على ضمان عدم التوقف عن العمل لأي سبب كان، لأن ذلك يستنزف الجهد والوقت والأموال. فكان القرار بإنشاء هذه المستودعات التي تقدر مساحتها ب3000 متر مربع. احنا في عندنا مواد بتكون مستعملة تخزينها كاستخدام يومي زي الأسمنت زي الطوب زي هاي الشغلات اللي بيتم استعمالها كل يوم بيومه. هلا بالنسبة لمواد التشطيب بيتم تخزين لحد حيين على أساس الشغل يتم ماشي لقدام ما يوقف، فبيكون في عندنا لقدام حيين موجودين في مخازننا عشان نضمن سير العمل بالسرعة المطلوبة وفي الوقت المطلوب. عملية بناء المستودعات تمت بسرعة قياسية وفق أعلى معايير الجودة والأمان، ما أضاف للمدينة عنصراً إضافياً من عناصر النجاح والتفوق والاستدامة، ولتفادي أي ظروف استثنائية قد تتسبب بإعاقة العمل أو أي احتمالات فجائية أخرى. زوار المدينة ينتمون لثقافات وأنماط عيش مختلفة، ولكن في روابي تذوب كافة الفوارق الاجتماعية والانتمائية والعرقية تحت سقف سحر هذا المكان. بهذا نكون قد طوينا آخر صفحة في عدد اليوم، بأمل اللقاء بكم في العدد القادم، ولكن قبل الوداع نقول روابي قصة تروى ولا تنسى. إلى اللقاء.